بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين، مرحبا بكم في نصيحة أمل. اليوم غنتكلموا على كيفاش أنك تحافظ على الصحة النفسية ديالك، يعني الأمور اللي لازم أنك تديرها باش ممكن تحافظ على الصحة النفسية. فقلنا بأنه الجانب الصحي لازم يحافظ عليه الإنسان باش يعيش سعيد، وهذا الجانب الصحي كيشمل الصحة النفسية إلى جانب الصحة البدنية. فالصحة النفسية هي مؤثرة بشكل كبير جدا على صحة الأجساد كذلك، كما يقال بضدها تعرف الأشياء، والدليل هو أنه معظم الاضطرابات والأمراض النفسية كتظهر وكتظهر معها أمراض عضوية كذلك. فكنلقاو القولون العصبي، كنلقاو الإكزيما، تنلقاو الصدفية، تنلقاو ارتفاع ضغط الدم أو الهبوط في الضغط، كنلقاو كذلك آلم المفاصل وكثير من الأعراض اللي كتكون جسمية لكن أصلها هو نفسي. إذن الإنسان لازم عليه أنه يعيش مستوى جيد، مستوى نفسي جيد ولائق. والإسلام ولله الحمد جاب مجموعة من التشريعات، هاد التشريعات مفيدة للإنسان باش يعيش براحة نفسية ويعيش واحد التوازن نفسي. فكنلقاو أن الله سبحانه وتعالى كينهانا عن الحزن، لا تحزن إن الله معنا، والله سبحانه وتعالى كذلك علمنا في مجموعة من الأمور كيفاش أن الخطاب، حتى الخطاب السلبي اللي تيجي من ذاتنا أو اللي كيجي من الخارج كيفاش نتعاملوا معه. يعني هذاك الخطاب السلبي مثلا الخارجي اللي كيجي من خلال أن الناس كيتلقاو إما تكون واحد نوع من المشاحنات، يكون واحد نوع من النقد، النقد السلبي الهدام، أو لك يكون مثلا سب أو لشتم أو لكذا. فكنلقاو مجموعة الناس كيتحبطوا من خلال هاد الأمور، في حين أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نموذج رائع جدا وغراقي في أننا نحاربوا هاد الخطاب السلبي الخارجي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم راه تعرض لسب ولشتم وكذا وكذا، فكانوا تيقولوا عليه صلى الله عليه وسلم مدمم، مدمم يعني خايب عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش واجه هذا الخطاب السلبي؟ قال إنما يدعون مذموما وأنا محمد، وأنا محمد. إذن هنا منتهى الثقة بالنفس، منتهى الخطاب الداخلي الذاتي اللي سيرفع من المعنويات واللي كيدعم الثقة بالنفس. فيؤكد صلى الله عليه وسلم على أنه محمد، ومحمد هو ضد مذمم. فبالتالي دائما الإنسان يكون قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فإذا كنتي مثلا كيأديوك مجموعة الناس مثلا تيقول لك أنت ما مزيان شاي، تيقول لك أنت يعني إنسان لا قيمة لك، أنت كذا، فدائما خاطب نفسك الخطاب الإيجابي باش تبقى في صحة نفسي جيدة. لأنه إذا كنتي جميع الخطابات الخارجية كتدخلها لبالك وكنتي من الناس اللي كيعتبروا كلام الناس أنه صحيح 100% في تقديره لذاته، فكن على يقين أنه غتبقى حتى تصاب اضطرابات نفسية أو الأمراض النفسية أو إلى غير ذلك. فإذا دائما الخطابات اللي كتجي من الخارج لابدأ أننا نحاربها من خلال أننا نعطيو نفسنا واحد الخطاب اللي هو إيجابي. فمثلا إلا قالوا لك الناس بأنك إنسان لا قيمة لك، تقول لا أبدا، دائما تخاطب نفسك تقول أنا كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا إن أكرم الله عز وجل تقول لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا القيمة كتقول ديالي وديال ذاتي هي ماشي بالفلوس، ماشي بالجاه، ماشي بكذا، هي بالعلم، بالثقافة، بالأخلاق، بالمعاملة الحسنة، بجميع المقاييس اللي هي كترفع من معنويات الذات والمقاييس الصحيحة ماشي المقاييس المغلوطة. الأمر الثاني اللي لازم الإنسان أنه يحرص عليه هو أنه باش تكون عندك صحة نفسية جيدة، اجعل لحياتك معنى، يعني الحياة ديالك تخلي لها واحد المعنى. لاش مثلا كتعيش؟ كتسأل نفسك هاد التساؤلات، لاش أنا مثلا كنقرأ؟ لاش كنخدم؟ لاش كنتزوج؟ لاش كنولد وليدات؟ لاش؟ إذا مجموعة التساؤلات اللي هي غتدخل الأعماق الأعماق ديالك، ولما غتلقى الجواب أنا داك غتلقى الراحة النفسية. بقدر، لكن هذا بشرط طبيعة الحال، بقدر أنه إذا كان هذا الجواب هو قوي غتبقى أنت كذلك قوي، غتستمد منه القوة. أما إذا كان الجواب ضعيف وهزيل ولا قيمة له، غيت نخدم على وديت الفلوس، أو لا غيت نولد وليدات باش نسمى أننا عندي وليدات، أو لا بشي نهار مثلا نبغي غير لي مدلي كاس الماء، أو لا، يعني هاد المفاهيم الضيقة جدا لا شك قد ما كتكون ضعيفة حتى انت كتبقى ضعيف، وطول حياتك كتبقى ضعيف كذلك على المستوى النفسي بطبيعة الحال. إذا هنا إلا كان كل إنسان عنده هاد التساؤلات كيطرحها مع نفسه وكيلقى بأنه عنده واحد الرسالة، إذا لازم كل إنسان تكون عنده رسالة في هذه الحياة، تكون عنده رسالة عظيمة، لأن هذه الرسالة هي اللي كتخليه عنده واحد
التحفيز وعنده واحد الحافز وواحد القوة كبيرة باش تبقى دائما شامخ، تبقى دائما مهزوز الراس، يعني على مستوى نفسي رائع وجيد جدا. إذا دائما كتكون يعني الجواب ديالك كتخدم مثلا باش، لأن العمل عبادة، كتقرأ باش الله سبحانه وتعالى كيرفع قيمتك في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كدير وليدات لأنه باش الله سبحانه وتعالى أجرك عليهم مجموعة الأمور. إذا هكذا أي سؤال كتلقى له جواب، أي سؤال كتلقى له جواب، لكن جواب يكون راقي، يكون عنده واحد البعد حياتي، واحد البعد كوني، واحد البعد اللي هو كبير اللي تخليك دائما تتكون مرتاح. هو أنك تحرص على التحسن المستمر، حاول ما أمكن أنك تدير لك واحد الخطة، واحد الأهداف معينة ولو بسيطة جدا لكتساهم في أنك تحسن يوم بعد يوم، فعمرك ما توقف مكانك. الإنسان اللي توقف مكانه لا شك تتصاب بالإحباط، تتصاب بالاضطرابات أحيانا النفسية، أو على الأقل تقديره لذاته تكون ضعيف والإنجاز دياله ضعيف. فقد ما شاف الإنسان الإنجازات دياله كتطور يوما بعد يوم، وهنا ماشي مني كنتكلموا على الإنجازات تنطلبوا شي حاجة كبيرة بالضرورة، لا، مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ممكن تكون إنجازات بسيطة جدا، وهذا اللي بغينا، هذه الإنجازات البسيطة اللي هي كتصنع المعجزات. هذه الإنجازات البسيطة ما تحقروهاش إطلاقا. بعض الناس يقول لك أنا ما نكون سعيد حتى نجح في البكالوريا، أنا ما نكون سعيد حتى نأخذ الإجازة، أنا ما نكون سعيد حتى نأخذ الدكتوراه، أنا ما نكون سعيد حتى نتزوج، أنا ما نكون سعيد حتى نولد وليدات، أنا حتى ندير فلوس، أنا كذا. هنا كيضيع لنفسه فرص عديدة من النجاح، فرص عديدة من السعادة، من أجل أنه حتى يوصل لهذه النقطة. إذن هنا خطأ، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، بمعنى هذيك الاستمرارية ديال العيش ديال النجاح اللي كتعيشها كل نهار، هذيك في حد ذاتها راه سعادة، خصك تكون فرحان بها كل نهار مادام الله تعالى كيحب هذيك الأعمال اللي بسيطة لكن دائمة، فإذا حتى أنت نفس الأمر خصك تحبها. إذا هذا الحرص هذا مهم جدا. وشو سبحان الله العظيم، تلقوا أن في الدول المتقدمة تكنولوجيا ومدنيا وحتى حضاريا، لا ننكر أنه كاين حضارات عريقة جدا، مثلا اليابان لما كتدخل المطار ديالهم شنو كتلقى مكتوب في الحيط؟ كتلقى مكتوب صباح الخير، أريكاتو، يعني باللغة ديالهم أريكاتو صباح الخير، بعض الكلمات تلقاهم على الحيط. كتلقى كونيتشوا هي شكرا، كتلقى كايزن، شنو هي كايزن؟ هي التحسن المستمر، وكتلقى تشاينتشين. عندما معكم كنتعلم شوية ديال اليابانية، تشاينتشين هي المرونة التامة. إذن هما عندهم الأسس الأخلاقية مهمة، صباح الخير وشكرا، الشكر مهم، وكتلقى عندهم أنهم التحسن المستمر والمرونة من الأمور اللي كتخلي إنسان دائما مرتاح ودائما في حالة جيدة. نخليكم حبيبي المستمعين مع هذا الفاصل، ذكركم بالأرقام 0522-46-72-50-51-52. رجعنا معكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. نذكركم بالأرقام 0522-46-72-50-51-52، أو لا صفتوا رسالة على ماد كسبوا 50 80 كسبوا ماد، خلوا فراغ تساؤل ديركم، أو على الصفحة الرسمية لسيدة نساء ونصيحة أمل على الفيسبوك. معنا للا جليلة من قنيطرة، السلام عليكم. مرحبا للا، أهلا وسهلا. عليكم السلام دكتورة أمل. أيه للا، مرحبا بك. ربي يخليك، كيفك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا عندي واحد بغيت نطلب منك واحد الاستشارة. أيه تفضلي، مرحبا بك. كنت صممت ليك دابا وسمعتي كتقولي هذه القضية ديال ما ناخد ما ندير شي حاجة عاد ندير شي حاجة عاد أيه. أنا في هذه القضية شفتو أنا دابا كنوجد الليسونس ديالي كنقول ما غندير والو وما غنفرح حتى ناخذ هذا الليسون. ياك حرم راسك من الفرحه. هذه القضيه هي تقريبا من بديت نقرا. شوف غتبقى فيك دائما، يعني الا ما حاولتيش انك تغيريها، بمعنى راه ماشي حينت على وديت انت بغيتي الاجازه ولا كذا، غتلي اجازه تبان لك حاجه اخرى عاود تقولي ما نفرح حتى نوصل ديك الحاجه الاخرى. لا انا في هذه القضيه من هذا يعني نمط التفكير وطريقه اللي ربما جليله،
اما كتكوني ورثتيها من والدين كتكون مثلا اما الام ولا الاب. بحال دابا انا قطعتك. نعم تفضل. زعما الوالدين ديالي نهائيا مع انه انا بوحدي اللي خارجه فيها التشكيل. والدين ديالك ما عندهمش اطلاق اي عادي؟ لا لا هما عاديين ولكن التفكير اللي عندي انا فهمتي. يعني ما عندهمش التفكير كيعيشوا اللحظه باللحظه ديالها زعما. نعطيك سؤال جليله. انت كديري شويه ديال شغل الدار فاش كنتي صغيره؟ شويه تعاوني ماماك شويه ياك ضروري. هكذاك ملي كتكوني كتعاوني ماماك شنو كتقول لك؟ واش كتقول لك هاكي بنتي ديري هاد الحاجه وعلى خاطرك تساليها وديريها، ولا من ما تسالي من حاجه كتقول لك وديري الحاجه الاخرى، تسالي من هذه ديري الحاجه الاخرى، يعني بحال راكي انت مازال ما درتيش، يعني بالنسبه لها ما نجزتيش. ما درتيش هي صراحه الام ديالي انا لا. يعني كتقول لك ديري واحد الحاجه صافي كديريها صافي. هي ما كتلاحظيش عليها انها ما كتكونش مقتنعه مثلا بالعمل ديالها؟ بعض مرات بعض مرات شوفي يا جليله هذا اكيد. هذا اكيد لانها الطباع تورث. الطباع تورث. واخا قلتي لي ما بينليش وكيبان لي انهم عاديين، الا لاحظتيها غير في ابسط الامور عند الوالده ديالك او الاب ديالك ولا كذا تلقيهم راه ما تيكونوا فرحانين، خصهم تيقاديو الامور ديالهم كامله عاد تكون مرتاح. الوالده ديالك ما كترتاح حتى الليل، تقول لك الله الحمد لله، ومع ذلك كتبقى غدا هاد القضيه. هاد القضيه ها هي كاينه. انا فهمتك. لا كاينه صراحه الام ديالي. اذا نفس الامر. اذا غير انت هي بان لها في ديك الشكل وانت بان لك في القرايه. في القرايه وماشي غير في القرايه، غتكون في حوايج اخرين. نعم لالا تفضلي. لالا جليله مرحبا. يعني بالنسبه للقرايه ديالي انا ان شاء الله الا كملت هذا العام لا ليسونس يعني ما عنديش اهداف محدده. ايه يعني ما عرفتش راسي شنو غادي ندير. واش من مجال كتقراي؟ كنقرا في ليكونومي، عندي ليسونس ايكونومي. هكذاك. يعني ما عنديش اهداف محدده، كي غير كنقرا وصافي، كنقرا باغا نقرا وصافي. ما عندكش شي اهداف مثلا بالنسبه للعمل، شنو كتمني ديري من بعد؟ ما عنديش، هذا هو المشكل. والو ما عندك حتى شي صوره؟ لا لا ما شفتي حتى شي واحد تعجبتي به مثلا في شي مجال، او عرفتي بان هذا المجال ديال ليكونومي الاقتصاد راه تيأدي مثلا كتخدمي في هذا الباب وفي هذا الباب، شي ميول ديالك نقدر نجبدو ميولات؟ ميول ديالي انا صراحه من شحال هذه كنموت التعليم. ايوا يعني ما كانش عندي ميول في هذا المجال ديال الاقتصاد. يعني من بديت نقرا ما علاش ما درتيش؟ ما درتش التعليم؟ ما عمرت صراحه ما عرفتش التوجيه كان فين. رحمك الله جليله. رحمك الله من الاعصاب ديال التعليم. لا بصح كيقولوا عليا الوالدين ديالي، ولكن انا سبحان الله ما عرفتش. اي والله يصوب، خصوصا في الظروف الراهنه راه زعما الاستاذ يحارب صراحه. يعني هذا الامر لا اله الا الله صعيب شويه. صعيب. جليله فاش سولتك يعني على شنو كنتي كتمني، ماشي قصدت بها غير المهنه، يعني الان مثلا الميولات ديالك مثلا في المجال الاقتصاد باش نقدو مثلا نشوفوا شي توجه ولا اتجاه اللي تيقدر اللي تيقدر يخدم هذيك الميولات ديالك. مثلا شي هوايه عندك ما كتعجبك تحس به، ما كيعجبك انك ديري المحاسبه، ما كيعجبك يعني شي ميول عندك. عجبني عجبني هادشي ديال ليكونومي، عجبني الماركتينغ الماناجمنت هكذاك. ايه التجاره كتقدري تروجي تفاعلي مع الناس تواصلي معاهم تقنعيهم مثلا بشي منتج عندك اولا. اذا مزيان هاد الحاجه عجبتني صراحه في ليكونومي، وفي نفس الوقت غادي تدخل لك الفلوس، وفي نفس الوقت تخليك عندك على صيله بزاف الناس وتعرفي بزاف الناس. وكتطوري يعني هو مجال حيوي صراحه بطبيعه الحال. ومن اكيد. فاذا هنا جليله باش تعرفي انه شنو الميول ديالك غتجلسي وتخرجي هاد الخوالج النفس ديالك كاملين بحال هكذا اللي باش جاوبتيني انت دابا. يعني في الاول قلتي لي ما كاينش، ولكن من بعد ملي كتبقي تطرحي اسئله كتبقى تبان لك بانه راه كاين شي حويجات اللي الانسان تيميل ليها. فلما كتميلي ليها غديري واحد الاهداف، اهداف على مستوى انك تحاولي ما امكن ديري شي مشروع ولو بسيط. ماشي انا كنصحك غير تمشي مثلا تخدمي في شركه معينه وصافي، انا ما كرهتكش انك ديري شي مجال تجاري مفتوح اللي يكون فيه انتاجات، اللي يكون فيه تطوير ديال واحد المنتج معين، تمشي تسلكي في هذا الباب يكون حتى هو افضل. ولكن بالموازاه بغيتك تزيدي تطوري من مستواك الدراسي، يعني زيدي
خدي الماستر ديالك كملي خدي الدكتوراه ديالك علاش لا شوفي حسب عاود ظروفك الماديه الا كنتي تستطيعي انك تكملي في هذا المجال ويصبروا عليك والديك حتى ينفقوا عليك تتكملي مرحبا. الا كنتي في امس الحاجه انك تكوني عندك واحد المدخول مادي فكنقدروا نوقفوا الدراسه واحد الفتره رايت يستقر ماديا ويحاول يدير مثلا شي مشروع ديالو او لا يخدم شي خدمه اللي يستقر فيها ثم من بعد ذلك يكمل. لكن الخطوه الاولى هو انك غتجلسي مع راسك وغتشوفي لايش كتميلي. وانا كنصحك انا قلت لك كملي قرايتك ولكن في نفس الوقت لقيتي ديري شي مشروع هكذا عندك الاستطاعه الماديه مثلا ديري شي مشروع ولو بسيط وتروجي ليه وتمرني نفسك بعدا غير على هذا الباب هذا. لان بزاف ديال الناس تيقول لك مشروع تيتخلعوا من كلمه مشروع لكن لما تيبسطوه تيديروا له واحد ورقه تقنيه وكيديروا له واحد الاهداف صغيره وتيديروا واحد التقنيات اللي هي كيفاش يخدموا المشروع فانا داك تيبدا يبان لهم بسيط وكيبداو به اليوم وغدا اليوم وغدا حتى كيطور هذاك المشروع وربي سبحانه وتعالى كيبارك فيه. اذا بهذه الطريقه مساله الاحساس ديالك بانك انت باقي ما مرتاحاش يعني حتى تاخذي الاجازه هذا تيدل على انه راه عندك طموح ماشي ما عندك شيء. انت راه مدفون عندك واحد الطموح بدليل انك بغيتي تحصلي على الاجازه وملي تحصلي على الاجازه تبان لك واحد الطموح اخر غير انت باقي ما جلستيش مع راسك وخرجتي ديك الطموحات كاملين. اذا التخوف اللي عندك هاد التخوفات خصك تزوليها بمعنى تعيشي اللحظات ديالك كاملين تعيشيها بفرح ديال برنامج يومين ديال المطالعه ديال المواد اللي خصك تراجعيها وفي نفس الوقت تخلقي توازن تمارسي شويه الرياضه تمشي للمركبه الثقافيه تعيشي مع الناس يعني في جمعيات تحاولي تكوني فاعله على عده مستويات انا ذاك غيخلق لك التوازن وغيمشي هباء هذا الامر هذا ديال انك ما كتحسيش براسك سعيده غتلقاي راسك في بزاف الحوايج حيت انت حاصره راسك غير في حاجه وحده الدراسه فبالتالي هاد الدراسه بوحديتها كتخليك بانك ما مقتنعاش لان طاقتك كلها انت دايراها غير في الدراسه ما دايراش في مجالات اخرى فانت مقتنعاش بذاتك وكتعصب راسك ما غتكوني فرحانه وناجحه حتى توصل للاجازه. اذا بهذا الشكل هذا الله يوفقك الله ييسر امرك ان شاء الله. معنا الله لطيفه من الرباط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اهلا استاذه. اهلا وسهلا مرحبا لاله لطيفه. الله يبارك فيك لاله. بغيت غير اول حاجه نشكركم على البرامج ديالكم في هذا المعد راديو. الله يبارك فيك. اي برنامج اي برنامج هو مفيد لنا. بغيت غير عندي واحد الولد. عندي واحد الولد 19 سنه. انا سيده 48 سنه مطلقه. ايه. تلقاو عندي هاد الولد 19 سنة يعني ما بغاش يقرا دار الحلاقة يعني ومع ذلك أنا فلحت به معنف بزاف معايا لدرجة أن على أقل حاجة ولا دابا تيهرس وتيخبط الفاش. الله يعني الولد الوحيد عندك لا لطيفة؟ نعم لاله. الوليد الوحيد؟ لا عندي ثلاثة هو الكبير. هكذاك وعلاش خرج من الدراسة؟ خرج من الدراسه لان ما عندوش رغبه فيها ماشي قله ذكاء ماشي قله شي حاجه غير ما عندوش رغبه في الدراسه. واش ما عندوش رغبه ولا ما قدرش انه يواصل يعني لقى صعوبه في التعلم لقى صعوبه في انه يقرا ما لقاش اللي راجع معاه ما لقاش اللي يحضنه ما لقاش اللي ساير معاه الدراسه ولا كانت مشاكل اللي اثرت عليه بطبيعه الحال المشاكل اللي عندك في يعني اللي كانت مع الطالق ديالك ولا كذا هي اللي دفعته ماشي ما عندوش الرغبه. لا هو ما كانش عندي مشاكل مع الطالق ديالي يعني غير انا ملي طلقت كنت مع الاخ ديالي انا الطلاق كنت انا اللي خديته ماشي هو اللي طلقني طلقت انا بالرغبه ديالي ملي كنت مع الاخ ديالي ربما الاخ ديالي كان كيعنفهم شويه باغيهم يكونوا شي حاجه ما باغيهمش ما يخرجوش من القرايه. شحال هادي باش طلقتي لالا؟ دابا هذه خمس سنين. خمس سنين يعني الوليد كان عنده 14 سنه تقريبا. ملي كان عنده 14 سنة غنرجع معاك لالا، فاش كنتوا مازال مزوجين، كيفاش كان باباه كيتعامل معاه؟ كيفاش كنتوا كتعاملوا معاه؟ كانت مشاكل يعني اللي هي صاخبة شي حاجة ديال الصداع أولا شي حاجة ديال لا 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 ما كانش هاد المسائل على والو لا ما كانش كان إهمال؟ ممكن يكون إهمال شوية ولكن شنو السبب اللي خلاك تلقى لالا؟ غير أن الراجل كطول ما تيخدم ما والو عندي خلافات معاه في المبادئ. يعني ما تفاهمناش قلنا السلام عليكم. صافي ما كانش شي صداع شي خصومات انا غير كنسالك لالا يعني كنسال باش ممكن انا نمشي الوضعيه. اي تماما يعني لانه اما تيكون هكذا
ملي كنت انا مع با ما كانش مشاكل، غير الفتره اللي بغيت نطلق فيها هي فاش كان شويه انا كنت بغيت غير نبين، كنت انا كنضرك شتي في الحقيقه ما كنتش كنبغيهم يعيشوا الوضعيه المؤلمه، كنقول خلي الدراري في الثقه فهمتيني. ملي بغيت نطلق بغيت نحطهم امام امر واقع، لان انا اللي خديت الطلاق ديالي انا اللي بغيته، باش ما يقولوش انت ظلمتي، خصو يعرف باه قبل ما يخرج. وليت كنقول ما كيبغيش حاجه كنقول سير عند باباك، باباك تيقول لي لا سير عند هادي، يعني ولاو هذا وليت كندير لهم الخلافات اللي بيناتنا. هذيك الفتره هي اللي عرف فيها با مزيان باش انا هكا التفكير ديالي كان، قلت باش ملي نطلق انا ما يبقاوش يلوموني، ما شايفين غير الحاجه الزوينه. غادي يولي انا هي بوعو وهو الملك الطاهر. هادشي باش فكرت انا، لانهم الخوت انهم غادي يبقاو معايا. فهمت لا لطيفه فهمتك. انت درتي دابا هاد الوسيله ولكن لا راه كانت بالنسبه لهم كصاعقه بالنسبه لوليدات الاطفال، لانه فاش كيمشيو كيلقاو صد، تيمشيو تيلقاو صد، وانت كنتي بغيتي تجريهم لواحد المفهوم باش من بعد ما يلوموك شيء. ولكن انا تنقول الاطفال او المراهقين ما عندهمش دخل دائما 100% في الخلافات الزوجيه، يعني الابوه والامومه راه ثابته عندهم، فبالتالي ماشي بالضروره تشرح له المسائل كامله. فاذا حنا ولدي تلاقينا نعم ولكن ما تفهمنا شيء، وحنا ما فاهميش، ولكن حنا كنبقاو باك تيبقى باك، امك كتبقى امك، فبالتالي ما يمكنش انك تدخلي في التفاصيل التفاصيل الا كانت خصوصا ديك الامور تضروا. فاذا هنا الوليدات لالا بحال حطيتيهم قبل جهنم وقلتي لهم باش تعرفوا هذاك الحريق كيفاش داير، بحال داك الوليد الصغير اللي تنخليو تتحرقوا العافيه باش يعرف، ولكن راه كاين بقدر، راه بقدر، ماشي تخليه واحد الفتره طويله هو تيتآذى باش توصلي له واحد الفكره ديال انك انت تبقى عندك صوره جيده والاب ديالو تولي عنده صوره. راه هذيك الصوره السيئه اللي ولات عنده دابا ديال ماما راه هي اللي هزاته لالا، هزاته نفسانيا. تفضلي لالا. تفضل. هذيك الفتره اللي عشتو فيها ككرا غير 4 شهور ما كاملاش. ايوا هلا يتكسر. لا ماشي كنلومك دابا لا لطيفه، غير تنوضح لك الامر، يعني هذا النتاج هذا اللي كاين عندنا دابا ديال الوليد اللي ربما معصب عليك، راه معصب ماشي غير على مش غير عليك انت كطرف. اياه بحال يعني انا حسبت ما زرعت. اكيد اكيد يعني انا بالنسبه بالنسبه وفي نفس الوقت هو راه فاقد الاب، يعني دابا هو ما بقاش عنده ديك الملجا. خليه الصوره، علاش نقول لكم خليه الصوره طيبه ولو بعد الطلاق، باش حتى الا ما بقاش زواج يبقى على الاقل علاقه الابوه. دابا هو ما عندوش ملجا لباه، باه صدوا عده مرات وهو تجابه، فاذا هو مشات ديك الصوره الخايبه بقات عنده دباه. شكون اللي بقى عنده وجهه وحيده هي انت امو، وفي نفس الوقت انت مو تيعتبرك بانك انت سبب في هذيك الامر وكذا وكذا، لانه ما حميتيهش، بالنسبه له هو ما حميتيه شيء. فعلى كل حال يعني الصوره ربما عند المراهق بهذا الشكل هذا، وهكذا كيفكر وهكذا كيحس، او هكذا المهم مشاعر متداخله عندهم احيانا ما تيعرفوش حتى انهم يصنفوها، المهم تيعبروا عليها عن طريق انفعالات. فهذيك الانفعالات لالا دبايا كيفاش غتصلحي الامور؟ غادي تحاولي ما امكن دائما الصله طيبه. ولدك دابا 19 سنه بمعنى راه فتره متقدمه من المراهقه، بانه راه كيحس براسو قارب الرجوله ولكن محتاج لمسانده الرجل، لانه الراجل تا يحتاج الراجل، البنت تحتاج المراه، والراجل كذلك تيحتاج راجل. فاذا ولدك حاولي لقيتي تصلحي علاقته مع باه يكون افضل، يكون احسن وافضل. المتابعه ديال الاب خصها تبقى ولو بعد الطلاق، ديك العلاقه ما خصناش نقطعوها اطلاقا. الخلافات الزوجيه نخليوها في جهه، والخلافات ولو تكون عندك خلافات معاه مبدئيه او لا يعني في افكار او لا اعتقادات هذاك الشيء، ولكن يبقى انه اب ديالهم. فاذا الا كان من جانب المادي مقصر على كل حال، هذاك ما كيبقى جانب اللي هو قانوني، وفي نفس الوقت جانب تربوي، انت غتعطي واحد الصوره اخرى، تقول له ولدي التامس العذر، انت بقيتي تعطي غير ديك الصوره الطيبه، التامس العذر لباك، ربما باك ما عندوش، ربما كذا ربما كذا ربما كذا. ثم تحاولي ما امكن تفتحي معاه حوارات. ولد ديال 19 سنه خصو يخرج اللي عنده الداخل كامل باش يمكن يرتاح. إذا هاد الشيء قدرتي أنت ديريه لالا مرحبا، ما قدرتيش خصو مختص ضروري يتابع معاه، لأن هاد العنف راه كيعنف راسو أولا قبل ما يعنفك أنتيا.
الا بقات الامور هكذا تطور، فشوف هو اول ما راضيش على نفسه لانه ممكن يقارن نفسه مع وليدات اخرين يقول لك هما قراو انا ما قريتش، هو اختار اسهل حاجه لانه محمل بواحد الثقل د الهموم، محمل بخيبه امل، خيبه امل اللي لقاها من طرف باه ومن هذاك الانفصال، زيد عليه العنف ديال الخال حتى هو، ولا اله الا الله. رأفة ورحمة بهاد الوليدات وبهاد المراهقين. راه النبي صلى الله عليه وسلم تيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق راه هو اللي تيربي ماشي العصا اللي كتربي. بغيتيهم يكونوا رجال؟ نعم، كتعطيهم مواقف، كتعطيهم أدبيات، كتعطيهم أخلاقيات، كتعطيهم أفكار. أما باش تعنفهم تكون قاسي بواحد الشكل اللي ما فيش الرحمة، فعمر هذيك القسوة ما كتخلق الرجال. ماشي القسوة اللي كتخلق الرجال، هي المفاهيم ديال تحمل المسؤولية والمفاهيم ديال أنه كتحس براسه وكتحسه بأنه راجل آنذاك، يعني ذاك الدعم وذاك التشجيع اللي تيكون من الطفولة. أما باش أنك تبقى قاسي عليه قاسي عليه قاسي عليه باش تقول بأنني غنخرجه راجل، لا، ماشي منهج تربوي صحيح، ليس بمنهج. إذا نعودوا لله صح الأمور، الله يوفق. معنا للا ليلى من فاس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الدكتورة. مرحبا للا ليلى، اهلا وسهلا. مرحبا بك بخير. انا ديجا فزعت واحد المرة وقطع لي الخط. ايوا بقات لي الحال بزاف. ايوا خير ان شاء الله. هاي فرصة. مرحبا بك للا ليلى. الله يجازيك بخير. عاد دابا المهم سمعت الاول ديال البرنامج تاع الاخر كنت كتكلمي على الصحة النفسية. ايوا ديغيغمون كنحس صراحة بان صحتي النفسية هابطة بزاف. وضعنا شي مشاكل عائليه. فبغيت نتكلم معك. السن ديالك ليلى؟ 34 جي 3 انفون. جو سوي بروف. كنت كنهضر على التعليم صراحه، التعليم راه كيعصب شويه. ايوا غير تكون تقنيه ديال التعامل مع الوضع وصافي. لا لا ماشي صراحه ماشي كلام، راهي الظروف. ايه اي والله يصوب. ما بالعكس صراحه هما راه فيهم الاجر بزاف. اكيد اكيد اكيد. كيف ما قلتي حنا ما هضرناش، انا ما تكلمتش على التلامذه في حد ذاتهم، وان كانت صعوبه مع هذيك الفتره المراهقه والفتره ديال الطفوله حتى هي وكذا، يعني خصها تكوين وخصها تكوين. هذا علاش يعني الوزاره خصها بيان سور الوزاره خصها تكلف بهذ الامور، دير واحد التكوين تربوي اللي يكون يعني عميق جدا على المستوى النفسي التربوي الصحي، جميع الامور اللي كتعنى بالاطفال وبالمراهقين خص يكون على درايه بها هذاك الاستاذ، باش ماشي تجيو تلقوا يعني في واحد المجال اللي هو صعيب عليه انه يتعامل مع مراهقين مع نفس. عاد زيد هذاك الاكتضاد، عاد زيد النوعيه ديال التربيه اللي كاينه، والمهم هذا موضوع اخر. فريمون عندك الحق استاذ. بغيت نتكلم انا بالنسبه لي عندي شي، المهم انا صراحه حساسه بزاف وحنا حنينه وراح نتزوجوا اي حاجه. زوجه لليلى؟ زوجه عندي ثلاثه ديال البنات. عندي مشاكل مع الراجل، هذا هو المشكل عندي، ما ابغى الخدمه عندي مشاكل فيها. المشكل ديال الراجل هو معصب بزاف، ذاك النوع اللي عصبي اي حاجه كتنرفزو ابسط الاشياء، وانا اللي كالم. ياك يعني صافي دابا باش تزوج صافي راه طالع 11 ans يعني 11 عام دوزنا صبرنا ما فيه كفايه. ايوا ايوا دابا يعني هذا الامر تيضرك انتي. ضرني بزاف يعني بحال الصبر ديالي دابا تقاضى صراحه، انا وليت كنتنرفز ديغيغمون. يعني وصلت واحد البوان وليت بغيت انا كنتنرفز. واخا انا كنرجع في البلاصه. وما كان كان ما كان يعني ما عرفتش كيفاش نهضر لك. شنو هي الامور اللي كتعصب راجلك؟ علاش كيتعصب؟ على كلشي. على كلشي. تخجلوا. وبالبروبليم ديالي وانا عندنا نفس الخدمه اون في لا نافيت، يعني كنمشي من مدينه لمدينه بجوج اونسومبل في لا ميم فواتور. ميم ترافاي ميم كوليغ. يعني وجهكم في وجه بعضياتكم نهار كامل وليك. فهمتي. انا وانا كنحاول صراحه نتحاشى شي حوايج، يعني ما يعصبش، يعني ما كنكسيتيش شي حوايج. كان بعد قال لي هذيك الحوايج اللي ممكن تفعل ولا شي حاجه. لا شوف يا ليلى، الا كان طبع ديال شي شخص يعني هو فيه توتر وعصبيه، واخا تحاشي تحاشي حتى تعياي. عييت الله يلعن. ضروري من
هنا اللي غنسولك الليله، واش هو عنده قابليه انه يتبدل؟ بمعنى واش هو لا 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 لا، واش هو تيعترف بانه عنده توتر عصبيه ولا تيقول لك انا عادي؟ لا تيقول لك انا معصب وما قديتش نتبدل. ما قديتش ما قديتش، هنا كاين عجز. لا عنيد جدا، يعني تكون شي بسيطه يعني، وبعدا واحد القضيه واخا يكون فوتيش ما كيعترفش بالخطا ديالو نهائيا. ما يقدرش حيت هو ضعيف، الداخل ديالو ضعيف. الانسان اللي تيكون متوتر وعصبي بزاف راه ضعيف الداخل، راه تيخبي موراه واحد الضعف اللي ما قادرش يواجهه، ما قادرش انه يغيره، وتيكون حتى هو راه حساس داخليا، راه ما ولات عنده هاد التوتر وهاد العصبيه الا وعاش اما صدمات او لا عاش واحد الاحباطات. في لونفيرونمون هما قاصحين شويه في لونفيرونمون ديالهم فين تربى. اما صدمات او لا احباطات، او لا كيكون هو في الطفوله ديالو تقهر في الطفوله فتربى على واحد النوع من القسوه اعتاد عليها وبقات عنده، يعني صافي ولات عنده نمط شخصيه عادي. دابا انا اللي نسولك استاذه، بغيت نتعايش مع هذا الموقف، انا يمكن ليش يعني راك عارفه تخوا زونفون يمكن ليش نبعد. صحيح مزيان، اذا ملي ما كنقدوش يعني نغيروا الوضع خصنا حنا نتغيروا. يعني انا بغيت يعني نسمع شي هضره ما تدخلش لقلبي، تدخل لي غير ودني وتخرج. عطيني مثال لليلى الله يعطيك الصحه، عطيني في شي صوره باش تكون هي النموذج. هضرتو جارحه يعني، هضرتو كتكون جارحه. واش فيها قله الاحترام؟ لا لا ماشي ديك الدرجه، ما جارحه مثلا كينتقدك بزاف؟ هو اصلا واحد النوع اللي ما كيشوف في حد بركاس اللي عامر ما كيشوفش مشكلتي انا معاه. انا في حد بركاس واخا تكون غير نقطه عامر نشوف غير ديك النقطه، هو كيشوف واخا يكون كاس عامر غنشوف ديك البلاصه. متشائم ما كيتيقش، عندك الثقه في يعني شي تنحاول نديرش حوايج باش ما فيش حوايجات زوينين. ما فيش انسان مسؤول. فهمتي يعني انا علاش هو انسان مسؤول تيخاف عليا تيخاف على بناته. يعني من الدار الخدمة يعني ماشي من نوع ماشي كعارفة استاذة بغيت يعني ماشي من الناس اللي متقي الله، ولكن ديك العصبية كتخليك تواجه مع الناس بزاف دغيامو تواجه لي مع العائلة ديالي، وهذه اللي صراحة ما تقبلتهاش. بسبب اش؟ بسبب شنو؟ بسبب شيء صافي وانا كنت معصبة معاه. يعني هو واش اعتبر شي امر انه اهانة ليه او لا؟ لا ما كانش ما في اهانه ولا شي حاجه، غير هو اعتبرها. فانا المشكل مع خويا صغير يعني بروش تربى على يدي، وبقات ديك الحاجه زعما على العلم ان العائله ديالي هي اللي راكي عارفه انا مثلا مضافه وهي اللي ربات لي ولادي كاملين، وهي اللي هزنا وديما هو اصلا كيعتبروا الابن الاكبر ديالهم ديما هو عندهم. ما يبقى في الاول العام صراحه انا مشيت الصباط وانا كنحس ب لليلى لليلى شي انشطه راجلك تيديرها؟ عنده شي انشطه؟ لا لا هذا هو المشكل. اذا هنا لليلى غادي تجلسي مع راجلك ياك؟ ما غايسمعنيش. يسمعيني انا بعدا باش يسمعك هو. انت صدقتي باغي يسمعني، انا باقي ما قلت لك والو. ديما كنهضر معاه هاد الكلام. ولا ليلى غير بلاتي. الله يجزيك مرحبا. نبقاو مع هذا الفاصل وان شاء الله نرجع معك لليلى ونجاوبك باذن الله. رجعنا معكم مستمعي الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. معنا لالا ليلى ياك مازال معنا؟ استاذ انا معك استاذ. مرحبا لليلى. نعم هو انا ما بغيتش نبدل، هو ما بغاش يتبدل صافي لونت وانا كنبغي انا بغيت نبدل راسي. ما تقدريش تبدليه الا ما بغاش هو يبدل راسه، ما غاتبدليش. هذه متفقين عليها، هذا شي امر اللي هو مسلم. انا بس نسمعك دائما صراحه انا كتعطيه نبدل انا راسي، بغيت نبدل راسي ما نديهاش فيها. بقيت نسوق هو ما اعتبرش هو بالنسبه لي هو من بعد الحنان ولا هو من بعد، بغيت انا نكون يعني ما نسوقش له بهذا المعنى. يعني الامور سلبيه بطبيعه الحال، يعني ما تديهاش في الامور اللي هي سلبيه. اي اكيد واخا لليلى نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا. الله يجزيك بخير. مرحبا والدينا والديك لالا. لليلى هنا المطلوب بانه ديروا لكم واحد الاهداف، وديري لك انت اهداف بالخصوص. شفتي راجلك لالا خصو يتعجب بك، غتقول لي انا عاجباه، عرفت عاجباه على مستويات، لكن باقي واحد الجانب ماشي معجب، يعني هو ماشي معجب بك فيه. وهذا الجانب كثير من الرجال تيبغيو في النساء ديالهم وربما ما تيلقاوش. شيء شنو هو؟ هو الجانب ديال النشاط،
يعني يكون واحد النوع من النشاط ثقافي عند المرأة. لأنه علاش لما الرجل تيشوف راسه هو أصلا يعني محبوس، الخدمة الدار، الدار الخدمة، الهم والشغل الشاغل دياله هو أنه يحصل على واحد القدر الفلوس باش ممكن أنه يقري وليداته، ينفق على وليداته، يالله يسافر مع وليداته واحد شوية، يالله يعيش ديك الحياة الكريمة اللي ممكن أنه على الأقل يعيش فيها مرتاح، واحد الجانب ديال الراحة كاين. فهنايا هنا بطبيعة الحال كاين حضور ديال الملل عند الزوج، كاين حضور ديال عدم ثقته في نفسه هو اصلا اللي لازم انه تكون حاضره عنده الثقه في نفسه. وكيفاش غادي يقلب على الثقه بنفسه؟ من خلالك انت. لا الا شافك انت عندك واحد الثقه كبيره في نفسك من خلال انجازات، من خلال اهتمامات ديالك. انا بغيت كلالا ما تبقي شيء من حاصره في المهنه وفي العائله. شنو قلت لكم انا الاركان؟ راه كاينه سبعه ديال الاركان، كاين الجانب الروحاني، كاين الجانب الصحي، كاين الجانب المهني، كاين الجانب العائلي، كاين جوانب اخرى اللي هي لازم انها تكون، يعني الجوانب الاجتماعيه تكون حاضره. فاذا اللي نصحك لله هو انه تزيدي تعزي ثقتك في نفسك. لما تعزي ثقتك في نفسك والله العظيم من خلال طبيعة الحال نكمل الفكرة، من خلال أنه ديري أنشطة ثقافية، تكون عندك إنجازات، تمشي ألا تخدمي معنا الجمعيات، تقولي ما عنديش الوقت، عندي وليدات، ألا غير مرة في الأسبوع أو مرة في 15 يوم تحاولي أنه تنسقي مع مجموعة الناس. ما عرفتيش غتمشي لمجلس العلمي ألا أو لا غتمشي لأي دار شباب اللي قريبة لكم أو لشي مركز ثقافي اللي كاين في المنطقة ديالك وغتمشي عندهم قول لهم أعطيني الله يخليك البرنامج اللي عندكم الشهري او البرنامج اللي عندكم ديال 3 اشهر او كذا، وبغيت نجي واشنو ممكن نقدم لكم، اشنو ممكن فاش نقدر انا ننفعكم. يقولوا لك لا مرحبا، سير لا غير المجلس العلمي راه محتاجين لدعم، محتاجين اللي يساعدهم، وهما في نفس الوقت غادي يساعدوك. هنا لما غيشوفك انك انت قادره على العطاء على مستويات اخرين غادي يزيد يرتاح لك راجلك. ولكن بطبيعه الحال بدون انك تهمليه واحد من جانب بطبيعه الحال، لكن غتخرجي من الوقت ديالك هذا الجانب. هذا الجانب مهم فايش فانك كتزيدي عندك ثقتك في نفسك كيف ما قلت لك، كتزيد انه انت كاين اللي عندك نوع من التجاهل لكل ما هو سلبي ايا كان ولو من المحيط. علاش؟ حيت الخطاب اللي تولي عندك لداخل هو خطاب انجازات، اللي خطاب اللي عندك لداخل هو خطاب ديال الرضا عن الذات. فما يمكنش الانسان يرضى على راسه ويتوقع انه يرضى على راسه ما يرديهاش في الافكار السلبيه من غير انه ينجز، لا بد انه ينجز على عده مستويات. اذا هنا راجلك تيحس بهذا النوع ديال الملل وتيحس بانه هو المسؤول، في حين الا درتي انت هذه المسائل الاخرى غيحس بواحد التقاسم ديال المسؤوليه. هنا تقاسم المسؤوليه انتم عندكم بسيط جدا على المستوى ربما المادي، على مستوى الاطفال والتربيه. اما تقاسم المسؤوليه اللي داخل فيها الامور اللي كتحتاجها النفس، اللي كتحتاجها النفسيه، اللي كيحتاجها الجسم، دير واحد برنامج رياضي، اللي تكوني مثلا تخرجي انت ويا تخلي الوليدات وتمشيو، خليه يعيش واحد النوع من الالفه ونوع من المتعه اللي تفرغي انت ويا هذيك الطاقه والشحنه السلبيه اللي عنده واللي عندك حتى انتيا. هنا في المرحله الاولى ما نطلبكش بانك ديري في نيتك غادي تغيري هو او لا انه هو غادي ديري له كذا وكذا، لا، غير هذا غتجي تلقائي اوتوماتيكمون غادي يبدا يتجرأ عندك. لما انتي غادي توزعي الاهتمامات ديالك وغديري اهداف، اشي علاش ما ديروش اهداف؟ اشي علاش ما تفكروا شي فكره يعني اللي تحققوها في المستقبل؟ ماشي غير على المستوى المادي او المهني، لا، كاينه امور اخرى، كاينه انجازات اخرى. كتلقى سبحان الله العظيم يعني في الغرب ولا حتى عندنا الحمد لله راه كاين، ولكن بغيناه يزيد تطور بشكل كبير، هو انه كاين في الغرب عندهم امر ديال الشراكات وامر ديال الانجازات على المستوى الاجتماعي كثير، يعني كثير، وكانه بحال شي حاجه عندهم في الدم كتجري. ما يمكنش يجلس بلا ما يقدم هو دعم المؤسسة او لما يمشيش يتبرع بشي حاجه اللي هو من يعني كيمتلكها، ماشي غير ماديه وانما حتى معنويه، يمشي يخدم مع مؤسسه كذا. هنايا بالنسبه لنا حنا مغاربه تنقولوا احيانا وانا عيان اصلا من الخدمه وانا كذا وانا كذا. الا خلقتي هذا التنويع راه كون على يقين، اولا غتضاف لك شي حاجه نتايا في نفسيتك في حياتك، غتحس براسك بانك عندك واحد القيمه مع ذاتك اولا. ثانيا هذاك الاجر والثواب اللي انت كتقدمه الاخر والله العظيم ربي سبحانه وتعالى كيهزو وكيحطو عندك انت قوه، كتولي عندك واحد القوه مضافه الى قوتك. ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا لما كنوسعوا المدارك ديالنا والاهتمامات ديالنا وفكري من زاويه اخرى، لالا اظن لالا عفوا لليلى
نعم ليلى، غادي تخرجي من الزاويه اللي انت فيها، تخرجي من هذه الدائره اللي انت فيها وغتشوفيها، تسلطي عليها الضوء من بعيد، يعني خرجي منها بحال راك تشوفي في الكره الارضيه وانت في الفضاء. غادي تبقي تشوفي في راسك وفي حياتك وتقولي اشنو بغيتها تغير فيها، شنو بغيت، اشنو كنتمنى انه يتبدل وشنو تغير. اذا مجموعه الاهداف خاصها تكون اللي كتدعم ثقه بالنفس، اللي كتخلي حتى راجلك انه ديك الطاقه السلبيه، وربما كاينه امور اللي هو عنده دفينه ما راضيش فيها على ذاته، ربما تكون امور ماديه، ربما تكون كيف ما قال لك انا بغيت نتبدل وما قدر شيء. اذا انت غتعلمي مسائل اللي كتتعلق بالتطوير الذاتي في خلق التوازن النفسي، وفي خلق مثلا الانضباط مع الذات، وفي خلق الراحه النفسيه وتخلص من الشحنات السلبيه، وانا ذاك انت غتكوني مصدر لانه تمرري له هذه الامور يعني بطريقه معينه. تجاهل ديال الافكار، دائما تيكون عندك خطاب انت ايجابي مع ذاتك. الا كان خطابك ايجابي مع ذاتك كل نهار، انت كتعطي قيمه لراسك، كتقولي يعني لراسك واحد الكلام اللي هو مزيان، كلام انت تقولي انا قادره ندير كذا، انا تبارك الله عليا، انا عندي ميزات، انا استاذه، انا كنعلم تلاميذ يعني مزيان، كندير مجهودي، انا ام صالحه، انا عندي وليدات مزيانين، انا كذا، كتذكري كاع الامور اللي كتعجبك انت، انا حادقه، انا طباخه، انا كذا انا كذا. اذا كتذكري الامور كامله اللي كتعجبك في ذاتك، تفكيري سليم، انا طيبه، ما تناديش الناس، انا هادي هادي، ديك الافكار اللي كنحرفوها كاملين. هنا كتبقاي تحر يعني تكريها على راسك كل نهار، لا شك هاد التكرار هذا تيخليك بانه كتزيدي تقدري ذاتك، ولو تيقول الاخر شي حاجه انت ما كتدخلكش لبالك. اذا بهذا الشكل هذا، ثم تغيير الوضع، تغيري دائما لما تشوفي في حاله انتقاد ما تبقيش جالسه كتصنطي، انت محوري الكلام، محوري النقاش، محوري الجلسه، خلي امور اللي هي يعجب بها، ديري شي امور اللي هي تضحكوا، اللي هي تضحكك انت اولا طبيعه الحال، اللي تفرحك انت. اذا كنتي انت فرحانه وراضيه على راسك، لا شك انه غادي يكون حتى زوجك راضي عليك، وبالتالي غادي ينقص هذيك الانتقادات، وبالتالي حياتكم غتكون احسن. ما سخيت شيء مع بكم احبابي المستمعين، نلتقي يوم الاحد ان شاء الله تعالى في سيدة النساء على الساعة 10 صباحا. دمتم في رعاية الله والى اللقاء. شكرا وفاء معي في الاخراج، لله سميحة في استقبال المكالمات. دمتم في رعاية الله.